مع زميلتي علا حجازي من امام احدى اللجان بمحافظه القاهره. صباح الخير عليكي علا، ويعني واحنا في الدقائق الاولى كده اوصفي لنا المشهد عندك. صباح الورد عليك يا مها. في تاني أيام انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أنا امبارح كنت معاكم موجودة برضو من محافظة القاهرة، بنغطي مناطق مختلفة، وبإذن الله النهاردة هكون معاكم على مدار اليوم من مدارس ولجان انتخابية مختلفة من خلال محافظة القاهرة. أنا موجودة دلوقتي فين تحديدا؟ أنا موجودة من أمام مدرسة ناصر الثانوية بنات، دي إحدى المدارس التابعة للدائرة الأولى، وهي دائرة قسم الساحل في يعني محافظة القاهرة. الدائرة دي خليني أقول لك إن هي فيها منافسة شرسة وقوية. ليه؟ لأن هيكون ليها نصيب مقعد واحد فقط في هذه الدورة من البرلمان، على عكس الدورة الماضية كان ليها مقعدين. المقعد ده المرة دي أو الدورة دي هيتنافس عليه 21 مرشح داخل الدائرة الأولى. وطبعا زي ما أنت عارفة يا مها، وزي ما وضحنا لكم امبارح، إن محافظة القاهرة فيها 19 دائرة انتخابية. إحنا طبعا كالعادة بنبقى موجودين قبل ما اللجنة تفتح أبوابها بنص ساعة أو ساعة تقريبا. أول ناس بتكون موجودة طبعا كالعادة قوات الأمن، أكتر من سيارة شرطة متوفرة موجودة لتأمين المدارس ومحيط اللجان بشكل مكثف، فضلا عن طبعا الدوريات اللي بتتنقل أو بتتنقل بشكل مستمر في شوارع القاهرة بشكل دوري، يعني للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بصورة آمنة وبصورة سليمة. أما بقى فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من فيروس كورونا، خليني أقولك أنه يعني تقريبا على بعد مسافة قليلة جدا من المكان اللي أنا بكلمك فيه، موجود سيارة تبع وزارة الداخلية ممتلئة بكل الأدوات المتعلقة بالتعقيم من مطهرات وجوانتيات وكمامات للتوفير وتيسير على المواطنين، يعني اللي مش معاه كمامة أو اللي مش معاه معقم بتوفر له ده قبل ما يدخل اللجنة. طبعا الصورة ورايا هي خير دليل على الإقبال. يمكن في عدد كبير من المواطنين تحديدا في المكان اللي أنا فيه، بعض كبار السن كانوا حريصين على التواجد قبل ما اللجنة تفتح أبوابها، كانوا في انتظار في المكان المخصص ليهم للمقاعد بره اللجنة الانتخابية، وبمجرد بس ما اقتراب فتح أبواب اللجان اصطفوا في صفوف على مسافات متباعدة، طبعا مرتدين الكمامة كشرط أساسي وإجباري للدخول إلى اللجنة، طبعا بجوار قوات التأمين للتنظيم في الوقوف على مسافات متباعدة وتحقيق التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا. احنا لسه في الدقائق الأولى من اليوم الثاني في محافظة القاهرة، وبالتأكيد إن شاء الله هكون معاكم من مدارس ولجان انتخابية مختلفة على مدار اليوم علشان أنقل لكم اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب من محافظة القاهرة. عودة ليك يا مها مرة ثانية. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي علا حجازي من أمام إحدى اللجان بمحافظة القاهرة. وطبعا إحنا لسه بنفتتح مع بعض الدقائق الأولى، مش محتاجة أفكركم بأن قناة تان عاملة تغطية خاصة، وهي تغطية مجلس النواب على مدار اليوم من بداية هو فتح اللجان إلى آخر وقت 9 مساء، وبشبكة طبعا مراسلين المحترفين الموجودين في كل المحافظات أمام اللجان عشان ينقلوا لكم المشهد صوت وصورة.